حياكم الله وبارك فيكم. أهلا وسهلا، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب القائمين على هذه القناة المباركة، ثم أشكرك يا شيخ أحمد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودك، وأحيي فضيلة شيخنا المحدث شيخ عثمان حفظه الله تعالى. والحقيقة الموضوع الذي يطرح اليوم من المواضيع المهمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قول الشيخ وأن يوفقه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أنا أذل لي فضيلة شيخنا أن أتحدث بين يدي حفظه الله تعالى في نقاط مهمة جدا في كتاب نهج البلاغة. أولا بارك الله فيكم، كما تفضل شيخنا في أهم المواضيع التي تطرح في هذا الكتاب، ألا وهي نسبة هذا الكتاب لمؤلفه، فسؤال لا بد أنه يطرح ويفكر فيه ويبحث فيه، حتى أنه يعني قد سبق وتحدث فيه العلماء في نسبة هذا الكتاب لمؤلفه، هل هو الشريف المرتضى أم أخوه الشريف الرضي. نجد أن هنالك اضطراب في توثيق نسبة هذا الكتاب، ولا شك أنه من وضع المرتضى أو الرضي. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، يجب أن نعلم مسألة مهمة، ما هي عقيدة المرتضى؟ ما عقيدة مؤلف هذا الكتاب؟ وما هي رتبته العلمية ووثاقته ممن ترجم له عند أئمة الجرح والتعديل أو أئمة من ترجم في كتب الرجال؟ نجد بارك الله فيكم أنه طعن في هذا المؤلف وصاحب النهج من جميع من ألف ومن جميع من تحدث في علم التراجم والرجال. وما تفضل به شيخنا من نقل عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وللفائدة وفقنا الله وإياكم، الذهبي رحمه الله تعالى من تتبع منهجه لا في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ الكبير تاريخ الإسلام أو حتى في نقده للرجال في الميزان وغيره، الذهبي يعرف بالإنصاف، ولذلك قد الذهبي يثني على بعض من مس ببدعة فيما برز فيه لفن برز فيه. لكن نجد أن الذهبي رحمه الله تعالى نقد هذا الكتاب ونقد هذا المرتضى بنقد علمي ومفصل، ذلك أنه رماه بالاعتزال، والرجل لا شك أنه معتزلي. أيضا أمانته، أمانة صاحب النهج، أيضا نقله العلمي، الرجل ينقل بلا أسانيد، وحتى أنه لم يعني يتحدث عن شيوخ له، في بل أننا لو نظرنا إلى من تتلمذ عليهم المرتضى لا نجد من أصحاب الحديث من شيوخه أبد، سبحان الله. الرجل مشهور أو عرف عنه أنه من أئمة اللغة والبلاغة، ولذلك تنقل أقواله في كتب الأدب وكتب التراث، لا علاقة له بعلم الإسناد. وأيضا المسألة المهمة التي ينبغي أن نتبين لها سند هذا الكتاب، كل كتاب أو كل مصنف لا يثبت إلا بأمرين، أما أن يكون هنالك سند ثابت متصل إلى مؤلفه، أو حتى إذا كان هذا المؤلف ليس له سند فإنه يكون بواقع الكتاب، ينظر إلى مضان واقع الكتاب حتى تثبت هل واقع هذا الكتاب أو مضانه على نفس هذا المؤلف أو على طريقة هذا المؤلف تثبت به الكتب. لكن هنا مسألة مهمة جدا، كما تفضل شيخنا قبل قليل، بين المؤلف
وبين من يسند له وهو الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه قرابة 400 سنة. 400 سنة فيها 4 طبقات من الرواة كلها لا يوجد لها نقل. ولذلك يقول ابن سيرين وابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فكيف ينظر وكيف يعتمد عند الإمامية هذا الكتاب بلا إسناد؟ لا إسناد إلى مؤلفه ولا أيضا أسانيد للخطب أو الحكم المذكورة في هذا الكتاب. أيضا وفقنا الله وإياكم، ولا أريد الإطالة لعلكم تعذرون يا شيخ أحمد، تفضل، ويعذرنا شيخنا وفقه الله. أيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي فيما يحتوي هذا الكتاب. يعني من نظر إلى نهج البلاغة رأى أنه ينقسم إلى أقسام، منها الخطب، منها الحكم، منها الآثار التي ذكرها ونسبت إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. هنا مسألة مهمة جدا، تفضل شيخنا قبل قليل في الحديث عن طول الخطبة التي في نهج البلاغة. هل تعلمون وفقكم الله أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه إذا نظرنا إلى الخطب التي نقلت عنه في من سبق نهج البلاغة، كفيما نقله مثلا الإمام محمد بن جرير الطبري في تاريخ الأمم والرسل، نجد أن خطب الإمام علي لا تزيد عن 3 أسطر، لا تزيد أبدا. وقد تتبعت هذه الخطب والأقوال حتى وإن كان فيها ضعف في تاريخ الطبري، لأنها تروى عن أناس متهمين كالإخباريين كسيف بن عمرو أو كلوط بن يحيى أو محمد بن عمر الواقدي، ولكن أيضا لا تتجاوز هذه الخطب 3 أسطر. نجد في نهج البلاغة كتاب مثلا كتاب علي إلى مالك بن الحارث المشهور والمعروف في كتب التاريخ بالأشتر في صفحات. تصور يا شيخنا، في صفحات. يعني كتاب الإمام علي عندما أرسل مالك بن الحارث إلى أمره إلى مصر وجعله يخلف محمد بن أبي بكر، أرسل معه كتاب في صفحات نقلها. فهذا جزما لا يمكن أن يكون من طريقة أو نهج أو بلاغة الإمام علي أبدا رضي الله عنه وأرضاه. شيخنا فايز، إذا أذنت لي، يعني الآن النقد المتوجه إلى نهج البلاغة هو طعن في من حيث السند ومن حيث المتن. لا شك يا شيخ، وأن الخطب التي ذكرت أنها في بعض في كتب أهل السنة كتاريخ الطبري مثلا، أنها ليست كمثل الخطب في نهج البلاغة. لا، بل سأأتيك يا شيخنا أحمد في مسألة، بس ما يعني لا أريد أن أخذ. لا بالعكس، تفضل من الوقت. هل تعلمون وفقكم الله أن هنالك من الخطب التي في نهج البلاغة نسبت إلى الإمام علي وجدناها حرفا لعبيد الله بن زياد، عفوا لوالده زياد بن أبي، وحرفا للأحنف بن قيس؟ بل أن هنالك من المقاطع في نهج البلاغة من بعض الكلمات نقلها بعض كتب الأدب التي تنقل بعض الخطب كالعقد الفريد أو الأغاني من كلام الحجاج بن يوسف الثقفي. ولا شك يجب أن نعلم أن الإمام علي من الفصحاء ومن يعني البلغاء في زمانه، لا شك. ولكن أيضا في زمانه هنالك من كان من أصحاب البلاغة، ولا شك أن الأحنف ابن قيس، ولا شك أن زياد ابن أبي أيضا وصفوا بالبلاغة، أليس كذلك شيخنا عثمان؟ نعم، لكن أيضا لكن أيضا يعني نعم. هذا التطويل ليس بلاغة، وليست بلاغة. نعم يا نعم. شيخنا نعم، بالعكس هذا نعم. طعن في علي رضي الله عنه. لا شك، بل أن يا شيخ فيها مبالغة بالسجع، وأيضا لا يمكن أن يكون العرب رحمهم الله في زمن علي من يعني في خطب
الأمراء أو أمراء الأمصار في ذلك الوقت لم يكن يعرف عنهم السجع أبدا، بل أن العرب لا يعرف عنهم هذا الأمر. أيضا أن أذنتم لي، هنالك تناقض عجيب جدا في متون هذه الخطب. يعني بمعنى في دقيقتين إن شاء الله شيخنا فايز، رفع الله وقدرك. طيب، نجد مثلا أنه يطعن في بعض الصحابة في خطبة، نجد أيضا الثناء في هؤلاء الصحابة، نجد أيضا بعض العبارات المكررة التي لا يمكن أن تكون من قول علي رضي الله عنه وأرضاه، التكرار في بعض الألفاظ هذه ليست من البلاغة أبدا. أيضا هنا فائدة وفقنا الله وإياكم، وذكرها بعض المحققين المتأخرين، أنه يوجد أيضا نقل من بعض كتب الجاحظ، يعني بعض الخطب التي نقلت في البيان الجاحظ أيضا وجدت في نهج البلاغة. ولذلك أنا أختم بهذا القول، أقول على الشيع العاقل وعلى عقلاء الشيعة أن يتنبهوا إلى من أين يأخذون دينهم، من أين يعلمون هذا يعني هذا الكتاب أو هذا القول أو هذا المرجع المعتمد لديهم الذي لا يروى بلا أسانيد، فيعتمد ويصبح عندهم دين وركيزة كعقيدة، والله المستعان. أيضا أن أذنتوا لي، بارك الله فيكم، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم وجهود القائمين على هذه القناة، وأشكرك يا شيخنا أحمد، وأشكر فضيلة شيخنا أن سمح لنا بالحديث بين يديه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يهدي عوام الشيعة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير وحسن الله إليك شيخنا الحبيب، ولا تحرمنا من مداخلاتك الجميلة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرك ويرفع قدرك.